بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي أسعدني بالحمد لأن أتحدث إليكم في هذه المناسبة السعيدة ألا هي الذكرى العاشرة لإعلان استقلال بلادنا العظيمة. فإني أهنيكم في سن قلبي وأهني نفسي الذي أنعم الله علي بالحياة حتى هنأتكم بالذكرى العاشرة للاستقلال. وقد لا يسلمني في هذا الحمد في المستقبل لأن أتحدث إليكم في مناسبة هذه وأوجه أن إن للدين النصيحة توصيكم بتقوى الله في السر والعلانية وأن تذكروا على ما أولاكم من نعمة الاستقبال والحرية في بلادكم فأشبع عليكم كانها ظاهره وباطنه. والشكر ليس باللسان فقط ولكنها بالاتباع اوامره والانتهاء عما نهى عنه والتعاون على البر والتقوى فلا تعاونوا على الاثم والعدوان. اما تسامحه يوجد بجوارها فقال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراما كحرمة داركم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا فجدوا الحاضرين هم بلدنهم وأعلهم ثم انسنى. ففي اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة في سوء المربع. فأعطيكم لأن تحاكموا على هذا الاستقلال الذي جاهدتم من أجله زمنا طويلا وقاسيتم من أجله عذابا مريرا كما يوصي اولي الامر منكم بالعدل والانصاف. وكلكم عام ومسؤول عن رعيته كما يوصي عامتكم للطاعه في اولي الامر منكم ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فلا تنازعوا فتقتلوا جيش بني حكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اخواني اذا كانت السماوات العشر الماضيه سماوات كفاح في سبيل العين فان السماوات المقبله تتعمد الرخاء باذن الله تعالى بما من الله بها علينا من خيرات اعمالنا. ولكن الكفاح من الان لن يكون اقل صعوبه في كفاح السنين العشر الماضيه. الرخاء فللرخاء مساكين يتحكم علينا جميعا مواجهتها وحلها بما يعود على الشعر الليلي في مجناه للرخاء التقدم. وللوصول الى هذه الغايه يجب علينا التكلف بالاخلاق الكريمه التمسك بالاهداف والإخلاص بإذن الله.
آخرنا وفعلنا. وأسأل الله أن يعين هذا العلم عليكم بالمن والخير والرفاهية والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.